خلنا نخدمه في البنان. البنان بصيفته كان معناها برخص تراخيص تعطيهم الدولة كل عام قبل شهر رمضان، وقتها عمتها تحرر بحكم الاتفاقية اللي موجودة مع الاتحاد الأوروبي، دونك تحرر البنان. سيد هذا أنا وياه مشينا كرينا فريقويت في الحرب على الفساد، ما فهمش خيارات، يا الفساد يا الدولة. ونحن مثلا كانت الديوانية اللي تخدم معانا تكرس نفسها كان على البابور متاعنا، مثلا نقول له أنا عندنا 30,000 كرذونة يلزم خذينا 100,000 كرذونة يلزم نخرجوا 30,000 كرذونة كل يوم في ظرف 3 أيام نكملوه. يا الفساد يا تونس، وانا كيف التوانسة كل اخترت الدولة اخترت تونس، نحب نطمن التوانسة كل ونقول لهم ان الحكومة متحملة مسؤولياتها وستقود المعركة على الفساد الى النهاية. créa un groupe de 200 hommes qui furent connus comme les Stoßtruppen, les troupes de choc. ولقينا ناس بلاش ملفات، وتجاوب السيد رئيس الحكومه في بعض الملفات. شنو معناها بلاش ملفات؟ الموقف في اقامه جبريه ما عندوش ملف. ما فماش لا ملف. فماش تهمه يعني فماش شبهه. خمسه اشهر ما لقيناش عنده ملف. ايه يقعد عام. ما توجهت له حتى تهمه. ما عنده حتى تهمه. وتجاوب وقت تقدمنا رئيس الحكومه بمكاتبنا تجاوبنا في تقريب 5 أو 7 حالات. تم اخلاء سبيله. يلزم فهم خطة وطنية تكون واضحة في الحرب على الفساد اللي هي غير موجودة، لكن تجاوزنا المسألة ذي وقع فهمت اختطاف المنوب في ملابسات يعني غامضة باستعمال قانون غامض ومثير للجدل زادة اللي هو قانون الطوارئ. طوارئ نعم. فهمتني اللي هو هذا القانون استعمل لضرب يعني النقابيين في ملابسات معينة. سيد الكريم وانا طالب معناها من رئيس الحكومه نسال سؤالا هي. علاش محاربه الفساد حبست عند 4 من الناس في اقامه جبريه؟ وعلاش ما توصلش الحرب على الفساد؟ علاش ما توصلش؟ لازم يعطي الحقائق زاد للناس، شنو الاسباب والمسببات؟ اليوم الحرب على اليوم الحرب على الفساد واقفه نور الدين طبوبي؟ بطبيعه الحال احنا 4 من الناس تشدوا وانا توقفوا معناها في الاقامه الجبريه والكحنه غاديك. هل الفساد موجود في 4 من الناس ولا 5 من الناس ولا غيرهم؟ قررت الهيئة الإدارية إضراباً عاماً وبدأت الأحداث يوم 24 جانفي 1978 وتحديداً بعد الكلمة التي ألقاها لحبيب عاشور بساحة محمد علي بالعاصمة صحبة أوتو كريستن الأمين العام للكونفدرالية العالمية للنقابات الحرة. يوم 25 من جانفي انطلق الإضراب بصفاقس وقد تم إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس عبد الرزاق غربال. وفي نفس اليوم تمت محاصرة المقر المركزي للاتحاد. يوم 26 جانفي سعي النقابيون لإنجاح الإضراب العام ورغم التدخل البوليسي وتدخل الجيش شهد ذلك اليوم مهاجمات لبعض المؤسسات. استدعاء فهمتي وزير الحكومة، استدعاء وزير شو وزير الحكومة رئيس الحكومة عفوا فهمتي يعني يوسف الشاهد، استدعاء فهمتي يعني وزير الداخلية سيد مجدوب، سيد مجدوب استدعاء يعني شخصيات عندها خطة استشارية في رئاسة الحكومة. تحكي على سي مفتي أكيد فهمتي هذا الكل فيه وجه للفصل. شكون آخر أبار الثلاثة هذوما اللي طالبينه؟ معنا قائمة طويلة عريضة قدش فيها الإجابة القصيرة لازم الفاسدين يشدوا حبس، رؤوس الفساد لازم يدخلوا الحبس، هذه الإجابة القصيرة. شو؟ برشي معزة ما يجمش دخل الحبس، لا لازم يدخل ولا لازم يخرج.